الرمادي خلينا نحسبها. هلا طريقه الحساب راح تكون انا لقيت هذا من هون، بدي هذا الخط يطلع من هون، انا بدي اعرف المسافه هاي. هل بقدر اعرف المسافه هاي؟ خلينا نشوف كيف بدي اعرف المسافه هاي. معنا الواي معنا الزاويه، عندي الدبليو دي مش هيك، وعندي الزاويه مش هيك بالمثلثات، مش بقدر اطلع هذا الطول. اذا نعرف هذا الطول والزاويه تقسم الواي تمام. اذا الزاويه هاي هي عباره عن تان 60، تان 60 بتساوي اوميجا دي على هذا الطول من هون مش هيك مزبوط. قديش كان اوميجا دي؟ 10.47. اوميجا دي كان 10.47 راتس بير سكند على تان 60، وتان 60 كان جذر 3 مش هيك. اذا بتصير هذه القيمه هذا على 10.47 على هي زيتا اوميجا ان، على فكره هي زيتا اوميجا ان، زيتا اوميجا ان لهي النقطه بس مزبوط هي لهي النقطه تساوي، بلاش احطها زيتا اوميجا ان بلاش لانه هي مش على اكس بتساوي جذر 3. اذا اكس بتساوي 10.47 على جذر 3 وتساوي 6.04. اوكي بنقسم الرقم هلا 6.04 هي اي مسافه؟ المسافه الكليه هذه اللي هي من هون لهون، بس انا بدي هاي المسافه مزبوط، فبطرح منها واحد. شو بتصير؟ بتصير عندي اكس ماينس 1 تساوي 5.04. وعلى فكره هاي لساها راديان بير سكند، مع انها هي مشي بس كطول هي راديان بير سكند. هذا الطول هلا ايش بدي اعمل له؟ بدي امده هون نفسه، فراح اضربه في اثنين، فراح اضربه في اثنين، فبصير عندي 2 اكس ماينس 1 تساوي 10.08 راديان بير سكند. هاي هي النقطة اللي هي صارت ايش، وين هذه صارت؟ زائد واحد. هاي بعدين بدي اضيف له واحد، بقدر اضيف له واحد، فبصير عندي 11.08 رايتس بير سكند. اذا هذا الطول من هون بده يكون 11.08، هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تقريبا 11 هي، لانها هاي 0.1 فراح اخذها تقريبا 11، فهذا راح يكون اللي هو بي سي. اوكي ولازم يكون في سيمتري عندي، هذا الطول لازم يساوي هذا الطول. اوكي ماشي واضح؟ كل فاهمه هاي؟ اذا احنا عندي هي صار مكان بول، هلا بقدر احط الترانسفير فانكشن تبعت الكومبنسيتر. اذا الترانسفير فانكشن تبعت الكومبنسيتر بس راح يكون ناقص منها شيء، ايش هو؟ بدنا كي. اوكي فراح نحط احنا الكومبنسيتر، اذا اف كومبنسيتر او اس بدون كي سي هلا، بس راح احط انا البولز والزيروز، راح يكون عندي اس زائد الزيرو وين راح احطه؟ فوق البول، فبده يكون عندي اس بلس 5، فالزيرو ات ماينس 5، والثاني راح يكون اس بلس 11.08. هاي هي الترانسفير فانكشن، وفي عندي كي سي، لسه كي سي انا ما بعرف. اوكي ماشي؟ كيف بدي اطلع الان كي سي جرافيكلي؟ كي بشكل عام احنا كيف كنا نطلعها جرافيكلي؟ الماجنتيود كرايتيريا، الماجنتيود كرايتيريا بتقول انه كي مضروب في جي اوف اس كماجنتيود بده يساوي واحد، لكن نتذكر انه جي اوف اس هو مكون من خلينا نسميها ان اوف اس على بي اوف اس، هذول كماجنتيود تساوي واحد. اوكي هلا بالحاله هاي انا هلا لاحظوا الان اوف اس ايش هي؟ النيومريتر، وهذا هون الدينومينيتر، حتى انا كان لازم احسب اني اسمي هاي دي اوف اس نيومينيتر دينومينيتر. لما بقول الماجنتيود، لو الماجنتيود عندي لبولينوميال بقدر اخذ الماجنتيود واضربهم كلهم في بعض، هذا راح يكون البعد ما بين النقطة اللي بدي اياها اللي انا مهتم فيها وكل الزيروز، وهاي بين النقطة اللي انا بدي اياها وكل البولز. يعني لو رسمناها هون، خلينا امحي هاي الحسابات اللي عملناها هون، خلص ما بدنا اياها مش هيك، طلعنا القيمة هاي، ما بدنا حسابات ثانية، وراح امحي هذول. دكتور طب ليش الكي ضرورية؟ خليناها واحد ما استخدمناها. بدك تخليها واحد بس، ما هو انت هلا عم تسال السؤال مزبوط كلامك 100%، حطها بس انت بدك تطلع في النهايه كين، الكين اللي بدها توصلك للنقطه هاي. يعني احنا حسبنا هلا حسبنا البول والزيرو تمام، هي صار عندي السيستم الجديد، وين صار البولز تبعته الاوبن لوب بولز؟ السيستم الجديد مع اضافه الكومبنسيتر وين صار البولز تبعونه؟ صار عندي بول هون وبول هون، هذول خلص بنساهم الاثنين لغوا بعض مزبوط. الروت لوكس تبع السيستم الجديد اللي هو الكومبنسيتر مع البلانت ايش صار شكله؟ بيمشي من هون لهون ومن هون لهون، مش هدول الاثنين بيمشوا هيك وبيطلعوا هيك. وانت عرفت انه النقطة هاي هي النقطة اللي بتحقق لك الهاي، انسى انك حطيت كومبنسيتر، اوكي؟ قديش قيمة كي اللي عند النقطة هاي مش بدي اطلعها؟ ما تسميهاش كي سي، سميها كي. اوكي؟ فصار عندي انا هلا الاوفر اول، الاوفر اول بلانت بسميها اذا بدك جي اوف اس كلها، هي عبارة عن اف اوف اس للبلانت
و F of C of S لازم بدك تحط P هون حتى تتأكد انها plant مزبوط. مش هيك هاي الترانسفير فانكشن تبعت الاوبن لوب. خليها الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. الاوبن لوب ترانسفير فانكشن هي عبارة عن S plus 1 S plus 5 لل عفوا S S plus 1 تحت للبلانت وكان عندي انا هون 5 مش هيك S plus 5 على S plus 5 S plus 1 للبلانت وبعدين عندي هون في F C هذه هي صارت S plus 5 على S plus 11 هاي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن تبعت السيستم مزبوط. هاي وهي هون بدينا فيها اللي هون راح تلغي معي ال S plus 5 راح تلغي عندي مع ال S plus 5 راح تصير الاوبن لوب ترانسفير فانكشن للسيستم الجديد سواء انا عارف انه في كومبنسيتر ولا مش عارف. هنا عم بعطيك انا سؤال هي بدينا من هون سؤال قلنا في عندي بلانت هي والكومبنسيتر تبعها هي الترانسفير فانكشن تبعتهم اوكي رسمنا الروت لوكس لهذا فعنا خلص بالضبط. هلا ارسم الروت لوكس لهذا السيستم الجديد اللي هو الكومبينيشن تبع الكومبنسيتر والبلانت راح يصير شكله زي هذاك اللي هو ناقص 1 ناقص 11 بيلتقوا تقريبا ب 5.5 مش هيك او 6 تقريبا هون وعند 6 بيطلع معي خط من هون وخط من هون. السؤال اللي انا بساله الان عند هاي النقطه قديش قيمه كي مزبوط وهي هون صار عندي. فهلا بدنا نلاقي قيمة K لهي المسألة. هلا شو الماجنيتيود كونديشن بول؟ الماجنيتيود كونديشن بول انه لو عندي النقطة اللي أنا بدي إياها رسمت خطوط لكل الزيروز ورسمت الأوبن لوب زيروز ورسمت خطوط لكل الأوبن لوب بولز وحطيت الماجنيتيود الأطوال تبعت الزيروز وقسمتها على الأطوال تبعت البولز من هون ماشي واضحة النقطة هاي؟ هذا هون بيساوي 1 أوكي ماشي واضحة مفهومة هاي؟ فنيجي نطلع هلا عندي هلا ما تنسوش انه عندي خمسه هون هاي ما تنسوا الخمسه لانها بتاثر اوكي. هلا شو يعني كم انا بول عندي اوبن لوب بول هون ولا لا اوبن لوب بول ولا زيرو مش هيك عندي فراح يصير عندي خمسه على اطوال البول الاول مضروب في طول البول الثاني مضروب في كي راح يساوي 1 مضبوط. اذا كي راح يساوي 1 مضروب بول الاول طوله بول الثاني طوله. دكتور فريق احنا في عندنا كمان بول كمان زيرو بس لغوا بعض النفس لغوا بعض ما هم راح يعني اذا بدك حط البول هون البول الثالث حط الزيرو الثالث ما هي المسافه للبول الثالث والزيرو الثالث هي نفسها اللي هو كان تقريبا هون مثلا هي فراح يطلع معك خطين من هون بس الخطين طولهم نفس بعض فراح يلغوا بعض في البسط والمقام فصفي عندي هذول. هلا ناخذ بي 1 وبي 2 هلا جرافيكلي اتس جرافيكال ميثود هلا ممكن احنا نعملها حسابات بس هي اتس جرافيكال ميثود. هلا بتحبوا نعملها حسابات نقدر نعملها حسابات سهله لانه هاي عندي هذا انا عارف انها 10.47 مظبوط وهي حسبناها طلعت معنا قديش كانت 5.5 تقريبا قد ايه 6 6 فالطول نفسه هذا راح يصير 5 مش هيك فهاي تقريبا 5 وهي 10.47 مش بقدر اطلع هذا لا عفوا بدي هذا الطول مش هيك خلينا نحطه بلون ثاني. انا ما بدي الطول للاوريجن انا بدي الطول من النقطه لكل بول راح ارسمه بالازرق فعندي من النقطة هاي بدي خط لهذا البول وبدي من النقطة هاي نفسه وهدول سيمتريكال مزبوط. هلا هذا لو انا بعمل بجيب مسطرة خلص بقيس وبدي اتذكر السكيل قديش السكيل احنا عندنا هون 1 ديفيجن بير راديان بير سكند اوكي او 1 راديان بير سكند بير ديفيجن المهم السكيل لما تكون تحل بالامتحان بدك تتذكر هذا السكيل. انا سكيل هون اخذته 1 راديان بير سكند بير ديفيجن. الديفيجنز يمكن انتم مش شايفينها من عندكم بس هون في ديفيجنز على اللوح ديفيجن او انت بتحط بير سنتيمتر او بير 10 مليمتر صح بدك تكون حاطط السكيل يعني لازم الرسمه يكون فيها هون تحت 1 راديان بير سكند بير ديفيجن. نحسبها سهله فيثاغورس من هاي بصير بدك على فيثاغورس بنحسبها على فيثاغورس من هون. هلا لازم خلينا نشوف هلا عندي هذه 1 2 3 4 5 تقريبا هاي 5.5 مش هيك لان هي 1 و11 اصلا هي مش هيك فهي 5.5 وهي 5.5 صفت هاي 5.5 وهي تقريبا 10.5. اذا طول بي 1 كماجنيتيود بيساوي 5.5 تربيع زائد 10.47 تربيع تحت الجذر التربيع. فعليا هي جرافيكال اتس جرافيكال ميثود لانها جرافيكال ميثود انت بتقيس بالمسطره بتحط مسطره وبتقيس بس انا هون لانه فيش عندي مسطره اقيس فيها. قديش تطلع؟ 11.8
11.8 وحدتها حتى الطول كمان وحدة راديان بير سكند. فهذه راديان بير سكند. هلا بصير عندي بعوض هلا هون محل تي 1 وفي 2 بنحط 11.8 في 11.8 على 5. قديش تطلع قيمة كين؟ 11.8 تربيع على 5. وين حطيت انا 5 ونص؟ 27 خليني بس احط هاي، هاي تطلع عندك 27. ايش سؤالك؟ تحت ايش وحدة كي على فكرة هون؟ دايمنشنلس. نعم، تحت الجذر قديش لازم تكون؟ ال 5 ونص مش لازم 5.04 كان؟ بالحساباتك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أنا مبين عندي هون 5.5 لأنه هاي واحد وهاي 11. مش هاي 11 طلعت معنا؟ هاي 11. لا مزبوط. ستة ستة، مش هيك النقطة اللي بينهم ستة. 5.04 ال 11 ناقص واحد 10، مش هيك؟ على 2 5، 5 ناقص 11 بتعطيني دكتور هي الحل اللي لقيناها 5.04. 5.04، فأنت بتقول هاي لازم تكون 5 مش 5.5، مش هيك تحكي؟ 5. طيب ماشي، إذا 5 بالله عيد الرقم يا قيس، 5 شو بتصير هاي 11.8؟ 11.6، ورد عوض هلا 11.6 تربيع على 5 بتعطيني كي مقدارها؟ 26.9. هاي دايمنشنلس. شو صارت هلا ترانسفير فانكشن تبعت الكومبنسيتر؟ بنحط هون 26.9 تقريبا 27. اوكي، هاي الكومبنسيتر الكي اللي بتحقق هاي، وهاي بتحقق الشرطين.